كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونزاعهم واضطرابهم، وقد صنفت في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. يقول إن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم شيء يشكل عليهم في مسألة الإيمان والإسلام، ويعرفون أن الأعمال الظاهرة هي الإسلام والأعمال الباطنة هي الإيمان. لكن لما جاء الخوارج بدأوا يفتشون وينقبون، وقالوا إن الإنسان إذا آمن وصدق بأنه لا إله إلا الله فلا يحتاج يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، يكفي هذا، يدل على أنه مؤمن. وصار هناك تفريق بأن صاحب الكبيرة يكفر، والإنسان إذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب لو أنه شرب خمرا أو أكل ربا فإنه يعتبر كافر. وبدأت النزاعات من وجود طائفة الخوارج الذين خرجوا في بدايتهم على عثمان ثم على علي رضي الله تعالى عن عثمان وعلي وعن سائر الصحابة. يقول الشيخ: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تبارك وتعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله تعالى وكلام رسوله. يعني أن الإنسان إذا اشتبه عليه أمر أو أشكل عليه أمر فعليه أن يرجع إلى القرآن والسنة، عليه أن يرجع إلى القرآن والسنة. فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأي إشكال يحصل عندك لا تذهب إلى قول أصحاب الحجج والمناظرات والمشاكسات، وإنما اذهب إلى القرآن والسنة. ففي هذا الحال وفي هذا الإجابة على ما تجده من إشكال يدور بخلدك. يقول: فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو المقصود، يعني هذا هو المتعبد به. والإنسان إذا أراد أن يعمل أي عمل إنما قصده الطاعة والانقياد لله وتحصيل ما يرضي الله جل جلاله، وهذا يكون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في كلام المتكلمين وأصحاب الأهواء والمغرضين.